فأمر مهم بالنسبة للسنة الذي يطلب الحديث، ولا أريد أن أطيل لأني بيّنت في المدخل في علم الرواية قضايا كثيرة، لكن الأصل الذي يريد أن يجتهد في علم الحديث أن يبدأ براوي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطول بي الزمان وأنا أقول قال رسول الله فعل رسول الله وأنا لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليك محدث أو كطالب علم أو كمنتسب للسنة أن أطلع عليه من خصائصه وفضائله ودلائل نبوته وسيرته، و لأن من الناس من يبدأ بكتب الحديث كبائر والترغيب والترهيب والجنة والنار، لكن الأصل أن يبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.